السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه هذا الدرس. وما تنسوش الدرس اللي باللون الأخضر كنت خدمته معاكم في الفيديو السابق لقبل من هذا، وفي هذاك الفيديو وعدتكم أنني غادي نخدم معاكم تقريبا نفس الدرس ولكن بشكل آخر ومختلف، وغادي نضيف ليه العقيق. فهو هذا الفيديو اللي كنت وعدتكم به. اول حاجه غادا تبتي الخيط في هاد الحبكه هذه، ومن بعد غادا تحسبي 4 ديال الحبكات وغادا تخدمي في الحبكه الخامسه. تذكروا معايا مزيان، كتجاوزي 4 ديال الحبكات وكتخدمي في الحبكه الخامسه. حاولوا هنا ديروا هاد القوس هذا ما يكونش كبير بزاف وما يكونش صغير بزاف. كترجعي الخيط لتحت وتعاودي تمشي لنفس الغرزة اللي خدمتي فيها في الأول وتديري قوس آخر بهذه الطريقة. هذه هاد الجوج ديال الأقواس تخليو الدرس ما يعواش مع الصابون، يعني تبقى الدرس مزيان وواقف. ودابا خدمنا الحبكة الأولى وهذه الحبكة الثانية، من بعد غادي نستمر طبيعة الحال خدم الحبكة الثالثة وهذه الرابعة، خامس حبكة، هذه ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16 و17. ومن بعد غادي نزيد وحدة اللي هي 18. في الفيديو اللي قبل من هذا كنت خدمت معاكم فقط 17 حبكة، اما في هذا الفيديو هذا غادي نخدم بعدد زوجي على قبال هذيك العقيقه اللي غادي نركب في الراس الفوق، فمحتاجه الاعداد زوجيه ماشي اعداد فرديه. هذاك الشيء علاش درت 18 حبكه. هذا هو الدرس السابق كنت خدمته بهذه الطريقه هذه. دابا ركزوا معايا مزيان على الطريقه اللي غادي نركب بها العقيق. اول حاجه كتجيبوا العقيق اللي غادي تخدموا به، هذا العقيق ديال الخيط المهم، غادا تركبيه بهذا الشكل هذا، ومن بعد ترجعي نيشان في هذيك الحبكه الاولى اللي كنا خليناها، وغادا تثبتي هاد القوس الثاني اللي تيجي بهذه الطريقه. حاولي هنا ان القوس يكون مقاد مع هذاك القوس اللي كان لتحت، وزيري هذاك الخيط مزيان بهذه الطريقه هذه. فدابا غادي نمشي نخدم فوق من اول حبكه كنت خدمتها. كيف ما قلت لكم كنا درنا 18 حبكة، والآن غادي نرجع نخدم في الأولى بهذا الشكل هذا. هذه أول حبكة، مهم هنا حاولوا تركزوا معايا في الحساب. وهذه ثاني حبكة، من بعد غادي نمشي اللي حداها الثالثة والرابعة، كذلك غادي نزيد الحبكة الخامسة والسادسة والسابعة. الآن خدمت 7 ديال الحبكات، من بعد تطلعي هذيك العقيقة للفوق وتعاودي تخدمي فيها الخيط، المهم هذاك الخيط تتعاود ترجعيه في البرا في العقيق باش هاد العقيقة هادي تثبت مزيان وما يوقعش لينا شي مشكل مع التصبين. ودابا غادي نحسب الحبكة الاولى والثانية وغادي نخدم في الحبكة الثالثة. هنا ضروري انكم تخدموا في ثالث حبكة. هادوك جوج حبكات اللي درتهم في الوسط خليتهم كمسافة على قبال هذيك العقيقة. من بعد غادي تزيدوا الحبكة الرابعة، عاد ترجعوا تغلفوا هاد العقيقة هذه.
لاحظوا معايا مزيان كيفاش غادي نغلفها، فغادي نمشي مباشرة لهاد الحبكة هادي. ركزوا معايا مزيان، ما تمشيوش لهادي اللي ملاصقة مع هاديك العقيقة، غتمشيو للحبكة اللي حداها بهذا الشكل هذا. وهنا واحد ملاحظة مهمة بزاف، حاولوا أنكم تجمعوا هاد الخيط هذا مزيان. علاش؟ ملي غتبغوا تخدموا فوق منه هذاك التاج غادي ترخى الخيط وغيجيكم كبير بزاف، يعني غادي يبان لكم هذاك الخيط ماشي مع العقيقة نيشان. فهذاك الشيء علاش ديروا واحد فاش تبغوا تثبتوا هذاك القوس، حاولوا انكم تزيروا ليدكم مزيان في الخدمة وما تخليوش ليه مسافة كبيرة. ومن بعد غديروا هاد التاج هذا اللي تيكون من الفوق. لاحظوا معايا مزيان، هنا خدمت غير جوج ديال الحبكات، ومن بعد غادي نطلع الخيط الفوق ونرجع نخدم تحت من هاد القوس وندير غرزة ونرجع فيها بثلاثة اللويات ونجر الخيط مزيان. ومن بعد غادي نرجع في هاد الغرزة هادي وندير الحبكة الأولى، وكذلك نحاول أنني ندير الحبكة الثانية. من بعد غادي نزيد، لاحظوا معايا مزيان، غنطلع الخيط الفوق ورجع نخدم تحت من هذاك القوس باش ندير هاد الغرزة هادي، ورجع فيها بثلاثة اللويات، نحاول نثبت مزيان الخيط ونخدم فيها جوج ديال الحبكات. مهم جوج أنا جاوني كافيين، لبغيتو تخدموا ثلاثة ممكن، ولكن جوج بركة. المهم ترجعي أسفل القوس وتسدي على هاد التاج هذا. صافي، هذه هي اخر غرزه في هذا الراس هذا. من بعد دابا غادي نرجعوا نكملوا هذه الحبكات. كنا خدمنا جوج ديال الحبكات وهذه هي الحبكه الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، والحبكة السابعة. هنا درت سبعة وغادي نزيد نخدم الحبكة الثامنة. علاش؟ هنا خدمت 8 ديال الحبكات باش ما يجينيش الدرس بحلة ميل واحد شوية. وتيبان لي من الافضل انكم ديروا 9 ديال الحبكات، واخا هي ما كتجيش متوازنة، بحال مثلا على اليمين درتي 7 ديال الحبكات وعلى اليسار كديري 8 باش ما يجيكش هذاك الدرس ميل. ولكن انا لاحظت من بعد ما كملت الدرس ان 8 واحد العدد ما كافيش، وقلت كون غير خدمت بتسعات الحبكات كان غادي يكون افضل. فهذاك الشيء علاش انتم عينكم ميزانكم بانت لكم 8 مزيانه ديروها، بان لكم الدرس بحال شويه ميل ديروا 9 الحبكات في بلاصه هذيك 8. اما الان غادي تجيبي خيط اخر، فمن الافضل يكون لون اخر، وغادا تثبتيه في هذيك الحبكه الرابعه اللي كنا تجاوزناها. ومن بعد كتحيدي هذوك 4 ديال الحبكات كتجاوزيهم ما تخدميش فيهم، وتمشي مباشره للخامس حبكه وكتثبتي فيها هذا الخيط اللي بلون اخر. ومن بعد كتعاودي ترجعي فيها وتثبتي الخيط مزيان بهذا الشكل هذا باش نثبتوا هاد القوس الثاني. من بعد كتعاودي ترجعي تخدمي 18 حبكه كيف ما درنا في الاول. المهم انا غادي نتجاوز هاد المرحله هذه بسرعه، نتوما غادي تخدموا 18 حبكه ومن بعد نرجعوا باش نكملوا هاد الدرس. لاحظوا معايا مزيان، غتبقاي غادا خدامه، حاولي انك تطوي هاد الدرس هذا لتحت. من بعد ما كملت 18 حبكه غادي نرجع لهاد الغرزه اللي هنا لتحت ونثبت فيها القوس الاول. والان غنمشي مباشره نركب العقيقه. هاد العقيقه هذه مره ننساها. المهم هنا تقدروا تستخدموا جوج ديال الالوان ديال العقيق، غادي يكون افضل. يعني تقدروا ديروا جوج الالوان ديال الخيط وكذلك جوج الالوان ديال العقيق، وكتمشي نيشان لهذيك الحبكه الثالثه اللي كنا تجاوزناها سابقا، وكتخدمي فيها تثبتي فيها هذا القوس الثاني.
من بعد كتبقى لك هاد القوس بحال هكا وتمشي تخدمي فوق من الحبكه الاولى. ودابا غادي نخدم، لاحظوا معايا مزيان، اول حبكه جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة. من بعد ما كتكملي سبعة ديال الحبكات كترجعي في هذيك العقيقة باش تقدري تثبتيها مزيان، وكتجاوزي جوج ديال الحبكات وتخدمي فوق من الحبكة الثالثة، ومن بعد تخدمي فوق من الحبكة الرابعة، عاد كترجعي وديري هاد القوس هنا. حاولوا هاد القوس انكم تزيروه مزيان، يعني يكون الخيط دايز على هذيك العقيقه مباشره. عاد غتخدموا هنا، حيت هنا مع غتبقاو تجروا في هذاك الخيط باش ديروا هاد التاج، غادي يبقى الخيط غادي وكيمشي غادي وكيمشي. فإلا ما كانش مزير مزيان غادي ترخالك هاد التاج وغادي يجي واحد المنظر مزوينش. هذاك الشيء علاش زيروا التاج باش يكون تابع العقيقه مزيان بهذا الشكل هذا. المهم الان غادي نرجع لهذاك الخيط الاول اللي كنت خدمت به، ولا اللون الاول اللي خدمت به، وغادي نتجاوز هاد ربعه ديال الحبكات ونمشي نخدم مباشره فوق خامس حبكه بهذا الشكل. تديري القوس الاول، المهم انا هنا واخا في الاخر زربت ولكن راه الفيديو جا طويل وما كنبغيش ندير فيديوهات طوال بزاف، هذاك الشيء علاش هاد المراحل الاخرى كنحاول انني نسرع فيها شويه. وضروري انكم ترجعوا تفرجوا في الفيديو اللي قبل من هذا باش تقدروا انكم تفهموا كل شيء يكون عندكم مزيان. المهم هنا خدمتي 18 حبكه، كتبتي هذيك العقيقه وترجعي تخدمي في هذاك اللون الاول اللي كنتي خدمتي به هو اللي تتبتي فيه هذا القوس الثاني بهذه الطريقه هذه. ودابا غتعمري سبعة الحبكات وتزيدي تعمري 8 او 9 الحبكات في الاخر كالعاده. فهذا هو الدرس ديالنا، درس بسيط وسهل والمنظر ديالو زوين كما قلت لكم. هو تابع هذاك الدرس الاول اللي خدمت معاكم، نفس الدرس نفس الطريقة، غير فكرت قلت علاش لي ما نضيفش العقيق وهكا يعني تشوفوا الفرق ما بيناتهم بجوج وتقدروا انكم تختاروا كي اللي غتبغي الدرس الاول كي اللي غتبغي الثاني، فكل وحدة تدير هذاك الشيء المناسب لها. المهم شكرا لكم كاملين، شكرا للتعاليق ديالكم الزوينين، شكرا للناس اللي تيتواصلوا معايا عبر الانستغرام، الناس اللي تيطلبوا الارقام الشخصيه ديالي راه ما تنعطيهمش، فقط كنتواصل عبر الانستغرام فقط، حتى الفيسبوك راه ما كاينش، فقط الانستغرام هو اللي كنخدم به، فالرابط ديالو غتلقاوه اسفل الفيديو.